نحن نفتكر هنا راح نمشي في مدانة في كلامنا عن الإسلام بالصورة اللي نحن نعتقد أنه واحد تكفر الحقوق الأساسية، اثنين تحرز الدفاع عنها، ثلاثة يكون حل مشاكلنا احنا في البلد ترشيح للإسلام ليكون دستور العالم في مستقبل الأيام، لأنه مشاكل البشرية كلها أصبحت واحدة في الوقت الحاضر. هنا ده يسوقنا للإسلام أو الدين والشريعة اللي قبلك تكلمنا عنهم بصورة موجزة. في صورتنا الموجزة قلنا أنه الدين ما بينتهي، الدين سرمدي، الدين ما بنطوره، نحن بنتطور في فهمه. هقول القرآن، الدين كله اشتمل عليه القرآن، حتى لما جاءت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، معناه أن الإسلام كله كم الإنزال بين دفتي المصحف. القرآن ده نحن ما بنطوره، لكن كل ما تطورت فهومنا بالتراث البشري المعاصر واستيعابه وبوسائل العبادة والمعاملة والتخلق نفهم نتطور في فهم القرآن. القرآن نزل على مستويين، القرآن مثلا نزل القرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المكي استمر زي 13 سنة، القرآن المدني قريب من 10 سنين. نحن برضو الحاجة المألوفة عندنا أن نقول بس دي آية مكية ودي آية مدنية، أو ده قرآن مكي وده قرآن مدني، ويجوز نفرق في أنه الزمن في النزول مختلف ومكان النزول مختلف، لكن الحاجة أن احنا عايزينها تكون واضحة هي أنه مستوى القرآن برضو مختلف. مستوى القرآن مختلف في المعنى اللي قلنا به، أن القرآن نزل في وصول، بعدين من الأصول نزلت فروع. في مكة نزلت أصوله، وصوله قائمة في المكان المهم جدا في ناحيتنا نحن في الديمقراطية، قائمة على آيات الإسماح. آيات الإسماح يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. آيات كثيرة في الناحية دي كان عليها العمل في مكة، بمعنى أنه الناس في مكة أمروا بأن يدعوا وأن يتحملوا الأذى في سبيل الدعوة ولا يردوا الأذى. وده طبعا السيرة معروفة في الوضع ده، هي دي جاية من الأمر بالدعوة بالتي هي أحسن. دعوة بالتي هي أحسن مثلا تكلم الناس بالحق، بيتعرضوا لك بأذى تحتمل الأذى ولا ترد الأذى. الآيات دي استمرت 13 سنة، الآيات دي فيها الحقوق الأساسية. الحقوق الأساسية قائمة في حرية العقيدة، قال له وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دي حرية عقيدة واضحة. حرية الرأي، حرية الفكر يعني، جاية في فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أو في لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولو أن الآية دي مدنية لكنها هي في مستواها وفي روحها هي من الآيات المكية في الأصول، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أو لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. العمل ده لما استمر 13 سنة تمت الهجرة، كأنما حصل يأس من ناس مكة في أن يستجيبوا، تمت الهجرة إلى المدينة، وقبلها كانت في هجرتين للحبشة. لما جاءت الهجرة للمدينة بدأ القرآن المدني. القرآن المدني بدأ بمفارقة للإسماح، بدأ باتجاه نحو الجهاد أو قول الإكراه، فجاءت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
كأنه عندما تمت الهجرة إلى المدينة بعد النزول 13 سنة من القرآن المكي وبدأ نزول القرآن المدني، بدت الاتجاهات للإكراه، بدأ بأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم مشت لقدام وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. بعدين مشت لقدام وهي دي ما سميت آية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. بقت آيات المدينة في المضمار ده ناسخة لآيات مكة، يعني القول بأنه فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر أصبح منسوخ. القول بيدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أصبح منسوخ، منسوخ في حق الشريعة، يعني يمكن النبي أن يمارسه في الموضع اللي بيناسبه، لكن هو مسيطر. حاجة المهمة أنه لست عليهم بمسيطر أصبحت منسوخة وأعطي السيطرة. هو الحديث جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. وجاء الجهاد في حق المشرك، يجاهد ليدخل في الإسلام.